شو كان في امبارح على شاشة الام تي في؟ بلشت السهرة الساعة 7 مع حلقة جديدة من مسلسل اخترب الحي، والتطورات عم تكتر. شخص توفى من بعد ما عرف مجد انه هو صاحبه الانتيم، كان عم في علاقة بينه وبين مرته، الكل عم بيشك ببعضه والاجواء متوترة جدا. بنرجع منتابع حلقات جديدة ابتداء من نهار الاثنين. اما بعد الاخبار، فكان البرنامج العالمي برنامج الكابلز اللي من تقديم محمد قايس على شاشة الام تي في، وكابل جديد ربح سيارة بيسألوا مرتي. خلينا نشوف. 100% جاك وإلينا أم حتى دوري وإليز قطعتهم لحد المفتاح الصحيح، بس بإيد مين وقع رح نكتشف بعد لحظات. جاك وإلينا، العملية أخذتكم 8 دقايق. أوكي. ورح بلش معكم. رح بلش مع إلينا. تفضل على السيارة. هل هو المفتاح الصحيح؟ إيه أم لا؟ لا. الوحدة بعد تنفتح بقلبي. لا. دوري، تفضل معي على السيارة. لا بالكامل منه. دوري. لا ما جديد مبين؟ جديد؟ ايه هيدا بلا. عليك. للأسف يا دوري. تفضل. المفتاح الصحيح تحديدا بين جاك وإليز. أي مفتاح هو الصحيح؟ جاك تفضل معي إلى داخل السيارة. إليز خليكي هون. تلقائيا اذا هيدا المفتاح ما ضوى السياره منقول مبروك لإليز. ودوري بيان معكم. دوري وإليز مبروك. الروح الرياضية برنامج اسألوا مرتي. ألف مبروك دوري. الحظ أكيد بيلعب دوره بحلقتنا وبكل الحلقات. المنافسة موجودة وروح التحدي والروح الرياضية هي الأهم، ولتقانا أكيد بنجدد الأسبوع المقبل بحلقة حماسية من برنامج اسألوا على ام تي في. تصبحوا على ألف خير. ألف ألف مبروك للكابل اللي ربح، وطبعاً كتير من الكابلز بيقدروا يشاركوا بأسألوا مرتي ويربحوا جوائز عديدة. بدي أذكر مشاهدينا أنه نهار الأحد هي الحلقة الأخيرة من So You Think You Can Dance، هالبرنامج الضخم بالبث المباشر الأخير، وضيف الحلقة سوبر ستار راغب علامي. أما هلأ فرح ننتقل لعند فادي اللي رح يبلش فقرة التكنولوجي، وأنا رح لقيه بعد ثواني. لمحة سريعة عن برامج ليلة على شاشة الام تي في من بعد الأخبار. للسنة الرابعة على التوالي حفل توزيع جوائز سوشيال ايكونوميك اوورد اللي عم بيصير او اللي تصور بكازينو لبنان، ورح منشهد فيه تكريم لأكبر الشخصيات اللي لمعت بالمجال الاقتصادي والاجتماعي. هالحفل من تنظيم فيرست بروتوكول من تقديم جورج أرداحي الإعلامي
الكبير ومن إخراج شاربي اليوسف. أما الساعة 10:30 على شاشة الام تي في عن I'm a woman اللي تصور بأكثر من 7 بلدان من العالم. فقرات عديدة رح بتكون الليلة على الموعد مثل Mirror on the Wall، مثل Glammy Up لتغيير اللوك، ومان ستريب اللي بتكشف أسرار الرجال، Ambitious Mind مع نساء متميزات من لبنان والعالم من تقديم ساندرا منصور وإخراج شاربين يوسف. رح نشوف برومو. Black Life is my favorite actress. She's known انه هي her own stylist. She will sparkle like a star. حلم صار حقيقة. أنا أقول أكبر من مشروع سياحي ولا مطعم. بتقول هيدا لبنان اللي اشتقت له. شو لازم نعمل لنتفادى الوقعة؟ عوايدنا بالسفر تتحلل. اللي بيحبوا الأكل والنوم بالسفر أنانية. وزيارة على قصر دراكولا. I'm a woman الليلة 10:30 على الام تي في. أما هلأ فرح ننتقل على المطبخ وين ستيفاني وضيفنا لليوم ربيع يمين صاروا جاهزين. بفتكر ستيفاني، هاي. هاي. أنا جاهزة، ربيع جاهز أكثر من جاهز لأنه حضرنا كل الغراض. اليوم عندنا شيء مهضوم، ستيك مع صلصة الفاصوليا السوداء وكمان القريدس. أنتوا جاهزين ونحن كمان جاهزين لنتعلم منكم ومن ربيع، وأنا بشوفكم بعد شوي. تفضل. يلا. تذكير سريع بأبرز البرامج اللي رح تمرق خلال الأسبوع على شاشة الام تي في. ما تنسوا نهار الأحد الموعد المنتظر مع آخر حلقة للبث المباشر لSo You Think You Can Dance، ومسك الختام مع سوبر ستار راغب علامي. أما ابتداء من نهار الاثنين الساعة 7 من الاثنين للجمعة رح منحضر آخر حلقات مسلسل اخترب الحي لحتى نشوف لوين بدها توصل هالقصص العاطفية بهالجروب الشبابي المهضوم بهالحي المهضوم. وبلش على وابتداء عفوا من الاثنين بينطلق مسلسل جديد على شاشة الام تي في، مسلسل فرصة عمر، بيخبر قصة صبيتين بيتبادلوا الأماكن. صبية من المدينة بتطلع بتعيش بالضيعة، وصبية من الضيعة بتنزل بتختبر حياة المدينة. كيف رح بتكون حياة ريم وتمار بفرصة عمر؟ كمان رح بيكون في لقاءات عاطفية. مسلسل جو ميلادي، مسلسل مهضوم من تمثيل نادين الراسي، زياد برجي، ريتا برسونة، ميشيل أبو سليمان، ورح ينعرض كل تنين وثلاثة على الساعة 8:30 على شاشة الام تي في. رح منشوف برومو ومن بعدها رح نعلن عن اسم الفايز بمسابقة اليوم. خليكن معنا. بشهر الأعياد الام تي في بتقدم لكم ولأول مرة مسلسل لبناني خاص بهالمناسبة. أكيد ليلة نوال دق لكم بقلكم ميري كريسمس، أوكي؟ حفلة العيد للشركة أحلى مناسبة لأعلن خطبتهم. جواز؟ شو؟ بعد الصدمة والخيبة. صور بتليفونك، خذ لهم صورة. شو تحقيق؟ تمار وريم قرروا يغيروا حياتهم. ريم؟ مين هيدا؟ تمار. وبفرصة العيد راحوا يفتشوا عفر يعني أجواء ميلادية طريفة. مش حتوقع. حب وغرام. انت ساحرة. بفرصة عيد. انت مجوزني. كل تنين وتلاتة 9:45 المساء على الام تي في. فرصة عيد مسلسل جديد رح يمرق كل تنين وتلاتة الساعة 9:45 على شاشة الام تي في. أما هلأ تذكير بسؤال اليوم، وين تزينت السنة أطول شجرة ميلادية بالعالم اللي كان طولها أو طولها هلأ 85 متر؟ الجواب هو بريو دي جانيرو. حزرت الجواب إيران حايك. مبروك لإيران، ربحتي معنا قسيمة شرائية بقيمة 250 ألف ليرة من لوشاكوتي. طبعا بتتصلي فينا تحت الهواء لكل التفاصيل. ألف مبروك. بكرة سؤال جديد، بكرة حلقة جديدة وجايزة جديدة. نحن لهون مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا لليوم. بدي أتمنى لكم بقية نهار كله أمل وكله فرح، وبشوفكم الأسبوع المقبل. باي باي. بي أب تو ديت بكرة أخبار من لبنان والعالم. أهم المحطات بحياة لاعب كرة القدم الشهير بيلي بليجندز. بتوب 10 رح نحكي عن أجمل الأفلام الرومانسية.
What's Cooking دسير جديد مع شيف شارل عزار. بماجازينز أبرز عناوين الصحافة الفنية. أما بوول أوف فيم فرح نستقبل زميلنا وسام بريدي ومعه رح نحكي عن برنامجه الجديد Minute to Win It.